بسم الله وكفى السلام الله عليكم مدن يا الامر وين كسر دوادة وربعين تيني كبها وده ساوثن ميديا كوبريشن بيها بوسبرس مجالة اسطنبول او كحرة الى ايو بلاكسي مدحوينها الجمهورية ده فدرالك صوماليات مدن حسن شيخ محمود يباشا حواد لويني حاليتو لواء اي كلمين ساعدي وقدم بيي إنك استوك على عرر فيلا صومالي وكجري وعبسي فربضان أي كجرتي السلامر كان فيلا صومالي أي صورة قلتهاي إن هو بيال حتى لقو قراعو سيدا ورباهين تي اسم سي سردون كيدو حقي جنيو مدح وينوهو بيش حوار لي رالي قرين أيو سيي وحو يري مركا وقوه الرئيسا وان إذن كر رالي قرين آيا وحي قلد آدي قطر سانيسان هرشابي اللي نظام كاسي وحي قلدان ونصحينا سيدو كلنا معمولكا وحي كل ذهين دولة فدرالك صوماليادنا إيادنا وحي وي واسحتان وحي إنو كهذا الملي والا صحايا الله يسود الغاطو سيداس أيو حسن شيخ محمود وشاقي سيدو كلا وحي وشكرها لقريي مدحوين حسن شيخ محمود باش عوادلي هذا الكي وكسماية كيري او ماركيسا او شاقي ان او لجيدي احمد مدوبي ايو مامول كان كسماية كدسان ان او لجيدي او او كوهر رايي لكن معنيه ان حواد او لجيدين مركا رالي قرين او كديبي وحا او يري قلط هاي قفه منا ان او ويل اد ابتي او تهين ايانا هاي ابتي اشي با تهين خوينا وحا وي معنيه حق بضن بايلا ده هاي ابتينا و وابر سيدي وابر ابتي وابر ابتي وهايو الناس لهين سومالي دو ساس ايد هذا ساس ويري مركا وحين دونا يا انا الدلقات اي سميسان ويل كينانا هاي ان ايضا اي معارضين ميل والب معارضات با اي غفران ميل ان كنو حصد ماله حواد لو ادينكو ابتي اي اه هدي هدنا اد ايو قدر سنتان وي اي دماتي ميل ان ماركي سيب عني مرايا ملاهن نظام كيجي هل سنة أن قارن مال وكشقينا هي مجرو هي معارضنا أي سنكينا أنا هي ساسو يري هذا بقى مدحوينها الصومالية مدن حسن شيخ محمود بيش حواد لي الدجال انتهى قشي سندي وودي ذي هذانا ما أركي سمعني سحن لول لاي لا وعي ذودي ماشي اللي قد دوين لها ماشي أي جيستين قدومي كحجينك أقل ككوبات البرلمان كفدرال الصومالية شعبان قري محمد مرسل معني كرؤ وجدري لا وعيد يحواد الله لك يعني الشباب كلا دري راي ليه تشيك بوينت واتي لورد عي أو لورد عفي إذا عدى أنتو سو استأجر على جرين أنو كديبين وح معني جرابيد أنو كسمينين إسلامك أنا أنو جرمن سؤال شمرك ماشي طلا وحوي مدحوينا حسن شيخ محمود سيدابا لو اميني كرا إلين حسن بلمات فرب بلن بو قاضي هير ابتياشي صارو وقو بلن قاضي ونكو بلن فري بيلا صوماليات عد اوسان بلن لقلين مالي بيدابو حين اقنا هاي مركي او تقي انو بلن قاد سميي الساقون لعليما سارين با او دجين اي سوحيسا او كو سميي هير ميلان الساقون لحلي قوال ككال قويي لأوغي هاي isagoo macnihi kaarihi tikreega u adeegsaday magaalada Baydhabo 2014kii ADC da shirka loo fadhiyo baabax uu ka dhigay la garanayo Aadan Xasan Keero uu ku dilay la ogyahay iyo dad fara badan shirkii 6 gobol 73 qabiil uu burburiyay Bakiin uu isugu keenay oo macnihi dusha uu ka saaray Shariif Xasan la garanayo haddana lafta gareen macnihi uu doonayo inuu meesha ka saaro isla markaana uu ku beddesho qof isagu adeegaya meed maxay u dambeeyay hadda la sidii ayaan dhawayd aan ognahay magaalada Baydhabo in dagaal uu ka dhacay uu isagu abaabulay kadib markii suuxisada uu ku dhuftey hadaba xasankaasi intaas ballamada galay ka baxay oo qadar hadda heshiiskii ugu dambeeyay intuu la galay dawladda qadar maxamed abdullahi farmaajo iyo faad yasiin ay google xareen oo ka baxay sidee baa loo aamini karaa su'aasha meesha qabata waa taas jawaabteedana looga baahan yahay ummada Soomaaliyeed ee ka kooban labada qowmiyadood ee Mayga iyo Maxaaga ku abtirsada Ilaahay makansiyay dhulkan barwaaqada ah wabiyada ku go'an badana ku weegaran ee loo yaqaan
Soomaaliya kaasoo hadda madaxweyne uu ka yahay heer federaal Xasan Sheekh Maxamuud inkastoo dowlado madaxweynayaal leh oo federalism-ka ku suntan ay Soomaaliya ka dhisan yihiin lamid ahayn sidii waagii hore central government oo xukunka u urursanaa Muqdisho kaliya baasaboorka laga soo doonan jiray lacagta wax walba Muqdisho kaliya ay ku xudhnayd marka walaalayaal sidee loo aamini karaa waay Xasan Sheekh Maxamuud hawaadle hadda ka hor soo ma dhibaataynin ma kula tahay hadda marka inuu abaalmarin doono waraabe hooyadii cunay ma abaarirtii buu abaaliyayaa soo ma noqonayso Xasan miyuu isbedelay soo sagaalkii qofood oo isku dhex jiray maahan sagaalkii Xasan maahan miyaa mise Xasan cusub oo abuurmay weeye madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud marka kulli xawaadlana saasaa loola kulmay nabadaasi Xasan Sheekh uu sheegay iyo ballantaasi inuu u fulin doono iyo in kalena aniga Ilaahay baa iga og haddaba kulankii xawaadle beesha sharafta leh iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud saacadii ugu dambeeyay sidaasuu ku soo idlaaday wixii ku soo kordhana warbaahinta SMC bad iyo berri waxa weeye waan idinla socodsiin doonaa haddii Ilaahay uu ka raali noqdo dardaarankeena waxa weeye bini'aadamow camalkana Ilaahay dartii u qabo maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraadii eebe uu arkayaa sahaydana badso safarku waa uu dheer yahay xamuulkana iska yaree kaabada la fuuli doona mid adag weeyaan waxaan u jeeday dad fara badan oo ila soo xiriiray oo damujudiid ka tirsan oo ila walaalow heestan bugbugta ah adigu aa samaysay saar walaalow aan heshiino heestan bixi heestan marka waxaan dareemayaa heesta culays badan inay saartay isla markaana xataa ay soo weerareen oo isku dayeen in Facebook-yada ay ka saaraan oo fayrisyo fara badan lacag ay kaga baxday laakiin way tuuri waayeen heestiina waxaan u malaynayaa anigana waxaan dhahay heestan hadday baxday lama saaraayo macna loo saaraa ma jirto macnaheedu xaqiiqday ka hadlaysaa haddana waxay dhahayaan heestan waa dambi dambina ummadda macnihii munkar uu sidaynin waa ka laakiin tiyaatarkana way ku heesayaan say rabaan telefishanka way ka soo saarayaan dhib male laakiin tan waa dambi dabeecaddaasi ayaa lagu yaqaanaa damujudiid muuqaalkan muuqaalka xiga kor haddii la kala qaato waa biyaha basbros oo macnihii hadda aan ku sii jeedno ilaa iyo Black Sea Ruushka haddii Ilaahay uu ka raali noqdo kanaalka meeshu isku xiro muuqaalkan muuqaalka xiga kor haddii la kala qaato waxa inoo ballana inaan ku kulano xawdkii Nabi Maxamed Firdowsa.